أهلا وسهلا بيكم يا شباب. هنحاول في خلال المجموعة من الفيديوهات اللي هنعملها إن احنا ندي فكرة عن السيف دي، وربما هنختار برنامج من أحد البرامج الخاصة بهذا الموضوع، وهو برنامج أنسي سيف إكس. في الحقيقة بالنسبة للبرامج أنا يعني ببص البرامج دايما باستمرار إنها نوع من أنواع التولز، سواء أنسي سيف إكس، سواء كان أنسيس فلوينت، ستور سي سي إم، فلوس 3 دي. بس لازم الاساس دايما يبقى موجود عند حضرتك، والاساس هنا في الحقيقه لازم يبقى عند حضرتك فكره جيده عن الفيزيكس، وكمان فكره جيده عن النيوميريكال اناليسيس، بحيث ان انت الفيزيكس مهم جدا لانك من خلاله تقدر تحكم على النتائج وجوده النتائج اللي موجوده. لو بدانا كبدايه مثلا على سبيل المثال، ايه هو السي اف دي او الكمبيوتيشنال فلويد داينامكس؟ وفي الحقيقة في تعريفات كتير، لكن من ضمن هذه التعريفات تقدر تقول عليه اللي هو عبارة عن العلم أو الساينس اللي بيبقى يحصل فيه نوع من أنواع البريدكشن للفلويد فلو، هيت ترانسفير، ماس ترانسفير، أي كيميكال رياكشن أو أي ريليتد بروبلم، عن طريق إن أنا بحل الجفرنينج ايكويشنز بس باستخدام الطرق العددية. بمعنى يعني مثلا الميكسينج تي اللي موجوده عندي ديت عباره عن ماسوره مثلا افقيه زي ما حضرتك شايف، وماسوره ثانيه راسيه. الميه بتدخل من هنا مثلا بدرجه حراره معينه وبسرعه معينه، وبتدخل من الفتحه الثانيه بدرجه حراره وبسرعه ثانيه، وبيحصل ميكسينج اكشن بينهم. فانا مثلا وانا بستخدم السي دي فانا عايز اعمل بريدكشن، انا خلاص عرفت الميه داخله بسرعه قد ايه ودرجه حراره كام، والميه داخله هنا بسرعه قد ايه بدرجه حراره كام، والجيومتري كله عندي متعرف. انا دلوقتي سؤالي يا ترى مثلا على سبيل المثال متوسط درجه الحراره في حاله الخروج بيبقى كام؟ هنا السي اف دي ممكن يساعدني بشكل كبير جدا. هل السؤال السي اف دي على سبيل المثال بيلغي الاكسبيرمنتال ورك؟ لا، في الحقيقه هو ممكن بيكون مكمل مساعد على الاقل في الفتره الحاليه اللي احنا موجودين فيها. طيب لو انا عندي مساله او بروبلم زي البروبلم دي، يا ترى ابتدي البروبلم دي اتعامل معاها ازاي؟ اول حاجه لازم اعرف الجيومتري الموجود عندي بشكل جيد، اعرف الباوندري كونديشنز اللي عندي، الفلو هنا كان ايه، هو نوعه كان داخل بسرعه كام، درجه حراره كام، برضو داخل من فتحه تانية، كانت برضو ايه المواصفات الفلويد اللي داخل عندي وسرعته ودرجه حرارته وخلافه. ولازم احدد انا مطلوب مني ايه او انا عايز ايه. هفترض ان انا عارف الجيومتري كله بتاع هذه المواسير الموجوده عندي، وليكن مثلا هنقول ان الماسوره دي مثلا طولها مثلا سي مثلا متر على سبيل المثال، وان الماسوره دي موجوده في المنتصف، القطر مثلا بتاع مثلا هذه الماسوره مثلا على سبيل المثال نقول مثلا 20 سنتي، ودي ممكن نقول مثلا اصغر شويه مثلا وتكون 10 سنتي القطر بتاعها. و تعالوا نحاول نشوف ازاي ممكن نحل بروبلم زي دي. هبتدي انا ببرنامج من البرامج اللي ممكن استخدمها في مسألة الجيومتري، وليكن مثلا الاوتوكاد، راينسورس، ممكن تستخدم الجيومتريكال بروجرامز اللي هي موجودة في الانسس نفسه او في اي برنامج تاني انت تحب. بعد الاوتوكاد ما فتح على سبيل المثال، انا هاجي مثلا هنا في الجزئيه الاساسيه الموجوده عندي هنا اهوت، عايز ان انا اعمل الماسوره اللي موجوده عندي، فانا ممكن اعمل الماسوره اللي موجوده عندي بطرق مختلفه. وليكن مثلا انا هاجي هنا اهوت في هذا الجزء مثلا سلندر، ماشي، ممكن السلندر اللي موجود عندي احطها، خليني مثلا اجي ابتدي، هو هنا بيسالني على السنتر بوينت بتاعتها، فانا هقول 0 0 0 على القطر بتاعها. زي ما اتفقنا هناخد القطر 20 سنتي، وهيسألني على الارتفاع زي ما اتفقنا على الارتفاع هنقول له 2 متر. ادي شكل الماسورة بتاعتي. خلاص. طيب بالنسبة للماسورة التانية، تعالى نيجي نقول مثلا انا هنا الماسورة دي برضو انا مثلا على سبيل المثال هحطها هنا في مكان تاني، انا هعمل لها روتيت، هاخد القطر بتاعها برضو، هختار القطر وليكن القطر زي ما اتفقنا هنخليه نص هذا القطر الموجود عندي، وليكن 10 سنتي،
والارتفاع ممكن هنختار مثلا ارتفاع وليكن دي مثلا كانت 2 متر، هنقول مثلا هي عبارة عن 0.5 متر على سبيل المثال. وبعدين هعمل روتيت 3D للجزئية دي، 3D روتيت للماسورة دي هنا، وهختار أيا كان وليكن السنتر مثلا على سبيل المثال، وهختار الروتيشن بتاعي حوالين هذا الاكس 90 درجة. تمام، وليكن مثلا انا هعمل مثلا لاين. حضرتك ممكن تختار اي برنامج يعجبك، يعني مش اي برنامج مناسب، مش بالضرورة الاوتوكاد او يعني، ده مجرد فكرة فقط. وهعمل موف، حضرتك اختار اي برنامج تلاقيه مناسب، مش بالضرورة يكون الاوتوكاد خالص، ماشي. وبعدين انا عندي هنا وليكن انا هاخد الميد بوينت هحطه في المنتصف، تمام. وبعدين هعمل جويننج للتو بارتس دول، بص كده اصبح هذا الجزء الموجود عندي جاهز. ممكن اعمل روتيت لهذا الجزء كله لو حضرتك عايزه مثلا في وضعية افقية، هنعمل روتيشن لهذا البورت الموجود عندي من هذه الجزء، من هذه النقطة حول هذا ناقص 90 درجة، وهيبقى الوضعية اللي حضراتكم شايفينها. طيب هعمل ايه بعد كده؟ ممكن قبل ما ابعت الحاجة اتأكد من اليونتس بتاعتي مثلا انها كانت بالمتر، وان احيانا هتلاقي في كتير من البرامج بيستخدم المليمتر، وده علشان يحافظ على دقة عالية في أثناء العمل، وبحيث إن الايرور يبقى أبسط وأقل بكتير منه لو ربما استخدمت المتر. أنا هفترض إن أنا استخدمت المتر، أوكي. وبيستحسن إن أنا يكون شغلي منظم، بمعنى أنا مثلا هعمل هاجي مثلا أعمل فولدر خاص بي أنا، وليكن مثلا هاجي هنا في الفولدر ده أسميه مثلا بروجكتس مثلا. انا هنا في هذا الجزء مثلا دي مثلا هسميها مثلا وليكن حتى تي عشان ابقى فاكر هي ايه بالظبط، ومثلا ده وليكن حتى برضو. طيب بعد كده هعمل ايه؟ ممكن ان انا اجي اقول له فايل اكسبورت، ماشي، other format. في عندك اكتر من فورمات ممكن تستخدمهم في الحاله دي، حضرتك ممكن تجرب. اول حاجه مثلا الايجس فورمات، وده فورمات بيستخدم علشان يبعت السيرفيسز، يعني ده سوليد موديل لكنه هيبعت السيرفيسز نفسها. ف هنيجي هنا كده وهنلاقيه خلاص بعته. ممكن كمان تبعت بفورمات تاني لو انت عايز تبعت بالسوليد، اللي هو مثلا على سبيل المثال السات فور، وده بيبعت سوليد. انا كده خلاص خلصت شغلي في الاوتوكاد، هنشوف ازاي ممكن نبتدي نشتغل في السي اف دي. هنفتح دلوقتي الانسس. في عندنا اكتر من طريقه، ولكن خلينا نعتمد مثلا على طريقه الورك بيج. فانا دلوقتي فتحت مثلا انسس ورك بيج. بعد ما الانسس ورك بنش فتح زي قدام حضراتكم كده ما انتم شايفين، علشان ابتدي اعمل طبعا انا ممكن ابتدي بالجيومتري زي ما اتفقنا، من الانسس ابتدي اعمل كونستراكشن للجيومتري نفسه باستخدام السبيس كليم او ديزاين موديلر او whatever. المشينج ممكن استخدم انسس مش، وممكن استخدم الايسم سيف دي. يمكن انا حابب ان انا اعرفكم على الايسم سيف دي لانه برنامج قوي جدا متخصص في عمل الميشنج، وفي نفس الوقت مش بس بيبعت الميش فايل ممكن بس للسي اف اكس او فلوينت، لا ده ممكن يبعت لستور سي سي ام وغيره من البرامج. ويمكن احنا هنهتم عندنا في اجزاء جايه ان شاء الله بالستور سي سي ام، لانه في موديول خاص بحريه نقدر نشتغل بيه على الريزيستنس، ونقدر نشتغل بيه على الموشن. ممكن نعمل الكلام ده في انسس سي اف اكس وفي انسس فلوينت، ولكن هيكون ربما نعمله في ستور سي سي ام، ممكن يبقى اسهل.
خلينا نيجي على موديل اديت، هيفتح الايسم معانا، وهنيجي هنا اهوت في فايل امبورت موديل، وهنيجي على الموديل على سبيل المثال ادي الايجس فورمات. طبعا هنا بيساعدك انك تقدر تشوف الفورمات اللي البرنامج بيقدر يقرا بيها، فتقدر ان انت لو بتشتغل في اي برنامج كاد بروجرام ممكن ان انت تبعت بهذه الفورمات اللي موجوده عندك على سبيل المثال. وليكن انا هختار الايجس، وانا عارف انا حطيت الحاجه بتاعتي مسافه بروجكتس في تي، فهتلاقي ادي الايجس موجود. اقول له ابلاي، لاحظ هنا ان في تري، اول ما هيبتدي الموديل يظهر عندي هتبتدي التري اللي عندي يظهر عندي اجزاء خاصه بالجيومتري واجزاء خاصه بالبورتس الموجوده عندي. الماوس اللي انا بشتغل بيه بيبقى فيه زرين، واحد يمين وواحد شمال، وفي بكره موجوده في النص. فانا مثلا لما بضغط على الباتون الموجود ناحيه الشمال وباستمرار اقدر اعمل نوع من انواع الروتيشن على سبيل المثال. البكره اللي في النص لما باجي اضغط عليها كاني بقول ان انا اكسبت على سيلكشن معين زي ما هنشوف. طيب اول حاجه المفروض ان انا اعملها، انا في حقيقه باجي اعمل الاتي، هو هنا بيبين الكيرفز، ممكن يبين السيرفيسز اهي لو انا علمت عليها البوينتس اهي. تمام طيب. فانا في حقيقه ممكن ان انا اجي اعمل الاتي، اقول له اول حاجه ديليت للبوينتس، اقول له انا اول ايه، هو عمل ديليت للبوينتس كلها، وديليت كمان دي الكيرفز اللي عندي، هقول له اول. وبعدين في هنا عندي حاجة اسمها ريبيل، وهقبل ربما التولرنس اللي عندي نسبة في الحدود الخطأ في حدود 1 مللي، فهقول له ابلاي. طبعا اللي بيحصل حضرتك هتلاحظ ان بدأت الكيرفز اللي عندي تبقى باللون الأحمر، وده معناها ان التقاطعات اللي بين السيرفيسز بشكل بيرفكت، مفيش أي مشكلة، ده عشان ما يعمليش مشكلة في عملية الميشن. طيب أنا هخلي السيرفيسز اللي عندي تظهر، وهبتدي انا دلوقتي الفلو مثلا داخل في هذا الاتجاه، شوف حتى اتجاه محور اكس، انا الفلو داخل في هذا الاتجاه، فهتبتدي اسمي البورتس اللي عندي، فهضغط رايت كليك اقول له كرييت بورت، وهقول له مثلا انا عايز انلت، ويستحسن هنا ان انا ربما اخفي الكيرفز او اي بوينتس واخلي بس السيرفيسز هي اللي ظاهره عندي، واختار اعمل سيلكشن للسيرفيس اللي عندي، وبضغط على الزرار البكره اللي موجوده في النص في الماوس اللي عندي، فهيبتدي يعمل سيلكشن، وهتلاقي انلت دخل عندي هنا. الانلت اللي عندي مش هو ده الانلت الوحيد، فانا ممكن في الحقيقه ربما اعمل نوع من انواع الرينيمنج علشان ابقى فاكر انا، فمثلا اخليه انلت مثلا واحد. طيب البورت عايز اعمل انلت تاني كرييت مثلا، هخليه انلت اتنين، ودايما بحاول الاسم اللي عندي يبقى معبر عن الاليمنت اللي عندي بيعمل. وانا بختار هنا اختار هو حاجه اسمها بوديز، فانا هخفي البوديز دي اصلا، وده علشان خاطر يبقى الاختيار بتاعي سليم. خلاص هو كده اختار انلت 2، وهتلاحظ حضرتك ان هو اداله حتى لون مختلف. نفترض ان انا عايز الاوتلت اللي عندي ده، ممكن بقى اجي هنا مباشره اكتب اوتلت، مش لازم كل مره اعمل كرييت بورت، كفايه ان انا اغير الاسم اللي عندي بس اخد بالي ادي الاوتلت اللي عندي. ومثلا ممكن اجي كمان هنا ادي التي اللي هي هتبقى البايب الخارجيه والبايب الداخليه كده، انا اخترتهم. البادي اللي موجود عندي ده خليني انا افترض ان انا همسحه وهعمله مره ثانيه، انا هقول له ده ديليت بادي، وادي الجزئيه دي. انا كده من ضمن المميزات الكبيره في برنامج الايسم سي دي ان هو ممكن يقرا السيرفيسز ويحول هذه السيرفيسز اللي عندي الى سوليد، بينما كتير الانسس مش وكتير من الاكواد زي ستور سي سي ام ربما بيفضل ان هو يبقى عنده مثلا سوليد بادي يبقى موجود عندي. طب انا ممكن اعمل ازاي الكلام ده في الايسم؟ ممكن اخلي الكيرفز هي اللي تبان، واخفي انا السيرفيسز اللي عندي، واجي هنا اهوت اقول له هنا كرييت بادي. وايه هو البادي في الحقيقه؟ ممكن اختار اي نقطتين هنا مثلا بحيث ان هم يبقوا واقعين جوه الدومين اللي موجود عندي، ده احنا بنسميه الكومبيتيشنال دومين، يعني هو ده الدومين او الجزء المقطوع من المساله او البروبلم موجود عندي اللي هيبتدي يتطبق فيها الجفرننج ايكويشنز وتتحل بصوره نيوميريكال زي الكونتينيوتي والمومنتم ايكويشنز على سبيل المثال.
فهو هنا باللي انا عملته عرف من خلال النقطه اللي انا حطيتها كده ان هو هذا السبيس الموجود عندي هو اللي هيبقى مليان بالفلويد على سبيل المثال في هذه الحاله. انا كده خلاص خلصت. تعال نبتدي بقى انا في الكتاب بتاعت الجيومتري، تعال نروح على المش الموجود عندي. بس طبعا دايما ما تنساش حضرتك واحنا شغالين ان انت تعمل سيف، وليكن مثلا حاجي انا برضو على بروجكتس الموجوده عندي دي، وانا هسميه هنا بروح هنا في عندي هبتدي بالجلوبال مش اللي هو الجلوبال مش على سبيل المثال الماكسيمم سايز مثلا. المش اللي عندي في منها انواع مختلفه، وليكن ده بنسميه انستراكشر مش. فمليكن مثلا انا هقول ان انا عندي هخليها 0.5 متر وهقول له ديسبلاي. لو حضرتك شايف ده بنسميه تتراهيدرون الم، بتبص تلاقي ان القاعده بتاعته على صوره مثلث وشبه الهرم بس قاعدته على صوره مثلث. ده لو كان نص متر، طبعا واضح ان هو الحجم ده كبير، فده هيكون اكبر element، يعني اي element عندي اكبر حد له هيكون بهذه الصوره. طبعا ده واضح انه كبير جدا، طب نخليها 10 سم على سبيل المثال. ممكن احنا نخليها حتى اصغر كمان من هذا الرقم اللي عندي، وليكن 0.4. طب السؤال دلوقتي عدد المش elements اللي انا هحتاجهم قد ايه؟ في الحقيقه حضرتك المفروض بتعمل اكتر من مش، بتعمل حاجه اسمها جريد ديبندنس ستادي او جريد سنسيتيفيتي ستادي، بحيث ان الحل بتاعك يبقى اندبندنت على حجم المش اليمنتس. يعني مهما غيرت في المش اليمنتس لا خلاص الحل اللي بيطلع بتاعي وليكن مثلا متوسط او الافريج بتاع درجه الحراره عند الخروج يبقى في الحقيقه رقم ثابت تقريبا وملوش اي علاقه. يعني لو استخدمت مليون مش اليمنت بعد كده خليتهم 2 مليون 3 مليون، لو درجه الحراره المتوسطه خارجه من هنا على سبيل المثال مثلا ولتكن مثلا 120 درجه مئويه، تفضل 120 درجه مئويه هي هي بصرف النظر عن عدد المش اليمنتس اللي انا عمال ازودها في الدومين اللي عندي. تعالى نعمل المش كده ونشوف ايه اللي هيحصل عندي. فهاجي هنا اقول له كومبيوت واشوف المش الموجود عندي عامل ازاي. يمكن ادي شكل المش، لازم اخفي السيرفسز. لو اخفيت السيرفسز هتكتشف هو ده اللي هيشتغل عليه الكود. طيب انا لو دققت النظر هلاقي ان البايب اللي هنا والالت مش موصوف بشكل كويس. طيب انا ربما محتاج اقلل المش، بدل ما اقلل المش المنتس بشكل جلوبال انا ممكن ان انا اعمل المش المنتس بشكل افضل شويه. ممكن اخفي هنا الشيلز اللي عندي وابين السيرفسز مره ثانيه، واجي هنا على سبيل المثال اجي هنا للسيرفس مش واختار مش element size مثلا لهذا الجزء وهذا الجزء على سبيل المثال. احنا خلينا الجلوبال كان حوالي 4 سم، وليكن مثلا هنا هنقول الماكسيمم سايز يبقى اصغر يبقى 2 سم. بس هنا الفرق بين اللي احنا عملناه في الاول واحنا بنختار الجلوبال مش ان احنا اخترنا الحجم العام للدومين كله، انما هنا لا، هنا الحجم فقط لهذا السيرفس الموجود عندي هيبقى تقريبا 2 سم، وان كان جلوبالي جوه برضو هيقع تحت نفس الشرط ان الحجم بتاعه لا يتخطى ال 4 سم اللي موجود عندي. طيب تعال نشوف لو هيحصل نوع من انواع التحسن اللي موجود عندي او ايه اللي هيحصل. هنروح نعمل سيرفس مش مره ثانيه. طبعا في اكتر من نوع هنتكلم ان شاء الله عليهم. هنا بيسالني هل اعمل ريبليس ولا ميرج للسيرفس، لا هقول له ريبليس للمش الموجود عندي. يمكن لو حضرتك هخفي بس السيرفيسز الموجوده عندي علشان اشوف بشكل احسن. هنا واضح انه في الحقيقه حصل فعلا نوع من انواع التحسن الى المش اليمنتس الموجوده عندي. ممكن كمان تقدر تشوف المش الموجوده عندك دي بشكل جلوبال. يعني انا لو علمت على الفوليوم مش وقلت له هات الكات بلان، مانج الكات بلان على سبيل المثال، وانا عايز الكات بلان الموجود عندي ده مثلا في وليكن في اتجاه مثلا الواي، اخد ده بزيرو وابلاي. بص حضرتك تقدر تتحرك بالبكره بتاعت الماوس تقدر تشوف السايز بتاع المش اليمنت والترانزيشن اللي بيحصل داخليا من الحجم مثلا صغير الى حجم اكبر وهكذا. السؤال برضو هل انا بالنسبه لي بيبقى
هل انا بالنسبة لي في الحقيقة هل ده بيكون كافي؟ لا، زي ما قلنا انا لازم في الحقيقة ان انا اعمل نوع من يكون عندي اكتر من مش، احنا بنسميها نقدر نقول عليها الجريس، بحيث ان كل مرة بختبر الحل بتاعي لحد ما اصل لمرحلة ان الحل بتاعي اللي هو مثلا على سبيل المثال متوسط درجة الحرارة عند الخروج يبقى ملوش علاقة ب عدد المش اليمنتس الموجود عندي. ففي الحقيقة انا مضطر ان انا اعمل الكلام ده علشان شغلي يبقى كلام علمي، يعني ما تعملش مش اليمنتس او اي جريد بسايز معين تقول انه وصلت للحل، لا لازم تعمل جريد اندبندنس ستادي او جريد سنسيتيفيتي ستادي، الا ان انت في بعض الحالات لو جيت قارنت الشغل بتاعك بالنتائج المعمليه ولقيت النتائج جيده وكان عندك بعض ربما صعوبات في حجم او في الكومبيتيشنال ريسورسز اللي عندك، فربما ممكن تتوقف عند مرحله معينه قد تكون مقبوله في هذه الحاله، بحيث ان الفرق ما بين النتائج اللي انت بتطلعها يعني مثلا متوسط درجه الحراره هنا ومتوسط درجه الحراره اللي انا جبتها مثلا من الحسابات المعمليه او من التجارب او من القياسات الحقيقيه كان تقريبا اقل مثلا 1 2 3% 10% على حسب اللي بيبقى موجود في الليتريتشر بالنسبه لهذه الجزئيه اللي موجوده عندي. طيب هل انا كده كفايه؟ لا، خد بالك ان انا مثلا على سبيل المثال لما ارجع للمش في هنا عندي حاجه اسمها بريزم لاير، بس خليني اكبر هنا شويه عشان تبقى انت شايف. في البريزم لايرز على سبيل المثال، وطبعا زي ما انت شايف ريحان ربما محتاج عدد اكبر من المش اليمنتس، لكن ربما حضرتك عارف ازاي ممكن تغير المش اليمنتس سواء جلوبالي او ممكن كمان لوكالي عن طريق السيرفس اللي عندك. فهروح انا على البريزم وسيلكت بريزم، انا هختار البادي على سبيل المثال، وكمان هختار انا في الحقيقه انا عندي التي الموجود عندي هنا. انا بحاول احط بريزم لايرز علشان اعمل بيحصل نوع من انواع لازم يبقى في مابنج للباوندري لاير الموجود عندي زي اللي حضرتك خدتها في الفلويد ميكانكس. فالهايت المفروض ان هو هيبقى تقريبا ارتفاع الثيكنس بتاع الباوندري لاير اللي عندي، وليكن هنا للتبسيط انا هفترض ان هو مثلا حوالي مثلا 2 سم. الهايت ريشيو انا هقول 1 واللايرز هيبقى 1. هقول له ابلاي وهقول له كومبيوت. لو حضرتك هتلاقي ادي شكل البريزم لاير اللي عندي، ولكن مش بقت موجوده هنا وبس، لكن كمان لو حضرتك يمكن دققت النظر هتلاقيها كمان موجوده هنا. ده انا هفترض ان ده الثيكنس بتاع الباوندري لاير، وتقدر ترجع ليه الفلويد ميكانكس وازاي ان احنا ممكن نقدر نحسب الباوندري لاير. انا بس حطيتها بالتقريب وكنوع من انواع التوضيح بالنسبه لحضرتك. طيب طبعا الباوندري لاير المفروض ان انا ببتدي علشان التورنس مودل يشتغل بشكل جيد، نرجع يا ريت للمحاضرات بتاعه الفلويد ميكانكس لحاجه اسمها الواي بلس، يبقى قيمته تقريبا بتكون في حدود الواحد. طيب انا هحط هنا 10 لايرز، وازاي هعمل الكلام ده؟ هاجي عند اديت مش سبلت للبريزم لايرز وبريزم لايرز سيلكت الباي فوليوم البادي الموجود عندي، و مثلا الفيكسد ريشيو وليكن مثلا انا هقبل السيتنج اللي عندي، ولكن انا هختار مثلا عدد اللايرز اللي عندي يبقى عندي 1.5 البريزم ريشيو، والنمبر اوف لايرز انا هخليها 10. هو في الحقيقه ريكومندد بيبقى يعني 10 15 على حسب. هتلاحظ ان هنا بدا يبقى في عندي في الحقيقه اكتر من لايرز مختلفه، يمكن انا لو كبرت اكتر ف خلينا نعمل هايت هنا. فهتلاقي ان اللاير الاولانيه السنتر بتاعها للوول النون دايمنشنال ديستنس بنسميها الواي بلس، المفروض دي قيمتها تبقى في حدود الواحد. فانا كده عملت ادي البريزم لايرز، وهتلاقيها كمان اتقسمت هنا تمام. وتقدر حضرتك كده بمنتهى البساطه ممكن تقول له انفورميشن مش انفورميشن، تقدر تعرف عدد التوتال مش اليمنتس اللي عندي مثلا 47759. زي ما قلت حضرتك هتحتاج ان انت تزود عدد المش اليمنتس عشان تتاكد الحل بتاعك ملوش علاقه بالمش اليمنتس اللي عندي. طيب الاوتبوت اللي عندي هختار مثلا الاوتبوت اللي عندي وليكن انا هختار انسس فلويد، بس زي ما انت شايف كده
هتلاقي في عندي انسس سي اف اكس مثلا، اختار انسس سي اف اكس، ممكن اختار انسس فلويد. هتلاقي كمان حاجات كتير جدا، ستور سي سي ام. فهو البرنامج في الحقيقه برنامج قوي جدا في هذه الجزئيه اللي موجوده عندي. فانا هقول له ابلاي خلاص، وادي الاوتبوت بتاعي، سيف البروجكت دون، وهاجي هنا ما انساش اعمل سيف لهذا الجزء اللي عندي.